ده القرد العنكبوت يا جماعة، سبايدر مانكي. طبعا هو عنده ديلو بيقدر يتحمل اي حاجة عليها. شايفين بقه بيتحمل جسمه كله على ديله. سبحانك يا رب. اهو شايفين، شايفين يا جماعة القرد العنكبوت. بص يا جماعة ماسك بديله ازاي، جسمه ساند جسمه بديله. سبحانك يا رب. في فراخ هوريكم بقى يا جماعة، فراخ شكلها تحفة، حاجة كده يعني عمركم ما شفتوها قبل كده. شايفين عاملين ازاي؟ تحفة. سبحانك يا رب. يا جدع. سبحانك يا رب. سبحانك. حد شاف الفراخ دي قبل كده يا جماعة؟ اللي يعرف الفراخ دي اسمها ايه يقول لي في التعليقات. نخشوهم جوه بيتهم ونشوف بقى الدنيا فيها ايه كده، ايه هنعرف نمسكهم ولا هيطلعوا يجروا ولا ايه. انا مسكت الفرخة، انا مسكت الفرخة يا جماعة. هاني مسكتها يا هاني. محمد ماسك واحدة. ما بيقولوا عليها فراخ ابو فروه، مش عارف بقى. اللي يعرف اسمها يا جماعه يقول لي في التعليقات بعد اذنكم. اوريكم بقى بيت الطاووس. يلا يا جماعه الضبع اهو. دول صغيرين يا جماعه هنا. يلا واحد طلع فوق اهو. تعمل فوق؟ يلا انزل تحت. شايفين الضباع يا جماعة؟ هيعضك هيعضك. العب معاه كده كابوس كابوس. هيعضك بتلمسه؟ ايه؟